صاحبه بصاروخ كهربائي ورمى جثته في الشوارع. الجريمة اللي حصلت في عابدين واللي بتعتبر واحدة من أبشع الحوادث اللي ممكن تسمعها بدأت بأكلة وكوباية شاي وانتهت بمجزرة، جثة متقطعة أكتر من 15 حتة ومحطوطة في أكياس ومرمية في كل حتة، لدرجة إنه ساب حتت منها في أتوبيسات النقل العام. يلا بينا نعرف مع بعض إيه اللي حصل في جريمة عابدين اللي كان سببها 300 جنيه. اختفاء مريب في اسم عابدين، قعدت ست تبكي وتصرخ، ولما سألوها مالك ايه اللي حصل قعدت تندب حظها وقالت لهم ان جوزها خرج من يومين ولحد دلوقتي لسه مرجعش، واكدت لهم ان ابو عيالها اشرف محمد 54 سنة خرج من البيت وما قالش رايح فين واختفى في ظروف غامضة ومحدش عارف مكان، وان ولادها حاولوا يتصلوا بيه كتير لكن ولا حياة لمن تنادي. يا باشا خايفين يكون حصل له حاجة، انا دورت عليه في كل حتة وفي كل مكان، مستشفيات واسام، ومحدش عارف حاجة، يا رب استر. رحلة البحث عن أشرف بدأت من الشارع اللي هو قاعد فيه، بداية من خروجه من البيت لحد اللحظة اللي اختفى فيها. المصادر السرية اشتغلت على الواقع وتم تفريخ كاميرات المراقبة، يمكن تكون في لقطة يظهر فيها المتغيب تقود فريق البحث لتحديد مكانه، وده اللي حصل بالفعل. كاميرا خاصة بمحل في الشارع رصدت أشرف وهو طالع البيت عند صاحبه هاني، ولما الشرطة سألت الجيران واحد منهم أكد إن اللي بيسألوا عليه طلع ومنزلش. كاميرا المراقبة وشهود العيان كانوا كفاية للحصول على أمر من النيابة العامة بتفتيش شقة المدرب أشرف، وأول ما القوات وصلت شقة المتهم استقبلهم أشرف بدم بارد ووروا له أمر النيابة بالتفتيش، قال لهم اتفضلوا ما عنديش حاجة مخبيها، وبالفعل ما كانش فيه ولا نقطة دم على الأرض ولا أثر لملابس ولا لسكاكين عليهم دم. ضابط المباحث كان مازال عنده شك إن في حاجة غريبة، خاصة وإن كاميرات المراقبة كشفت إن هاني طلع واختفى بشكل غريب، يعني ما طلعش تاني وفي نفس الوقت مش موجود في الشقة، طب راح فين؟ الشرطة اصطحبت أشرف معاها على الاسم وواجهته بشاهد العيان وبكلام زوجة هاني وبكاميرات المراقبة، واتهموه بالقتل وسألوه عن سبب طلبه صاروخ كهربائي من جارهم في الشارع. المتهم فضل مصمم على الإنكار لحد ما وصلت بلاغات بالعثور على أجزاء من جسم بشري مرمية في أماكن مختلفة. بعد تحديد هوية الجثة المباحث واجهت المدرب تاني بجريمته فاعترف بدون ما يظهر أي نوع من أنواع الندم على الواقع. بعد سماع أقوال المتهم وعمل المحضر اللازم وعرض المتهم على النيابة واستحراسة مشددة، المتهم عمل معاينة تصويرية للجريمة ازاي نفذها وقطع المتهم وازاي تخلص من الاجزاء وفين، وخلال التحقيق معاه بمعرفة النيابة العامة كشف تفاصيل مروعة للجريمة البشعة دي، وقال انه كان قاعد في بلكونة بيتهم وسمع جاره أشرف بينده عليه من تحت بيته وقال له يا هاني انا جعان ما تكسب فيا ثواب وتغديني ان شاء الله حتى تعملي كوباية شاي، يا اخي ده الجار للجار. وطبعا بما ان هم اصحاب قال له اطلع يا صاحبي البيت بيتك. طلع أشرف عند صاحبه وطلب منه يعمل له كوباية شاي وقال هاني أنا طلعته عشان أعمل له أكل، ولما طلع عندي طلب مني كوباية شاي قبل الأكل فدخلت المطبخ عشان أعمل الأكل، وخرجت من الصالة لقيته ماسك الشنطة بتاعتي اللي كنت حاططها على كرسي الصالة، وأول ما شافني اتنفض وحسيت بأنه بيعمل حاجة غريبة، فقلت له أنت بتعمل إيه بالشنطة بتاعتي؟ قال لي بدور على السجاير والولاعة، فأنا دورت في الشنطة ولقيت 300 جنيه ناقصين من الفلوس، ولما فتشته لقيته معاه في جيب قميصه، ما كنتش عاوز أقتله، كل اللي فكهم واللي جاي داكم تاني خالص. المتهم قال لوكيل النيابة لما قفشت الفلوس معاه ضربته في راسه فداخ وقع من الضربة على طرف الترابيزة، وطبعا نزل دم من راسه، وفضلت حوالي 10 دقايق لغاية ما اتأكدت انه مات، فرحت جبت سكينة من المطبخ وضربته في راسه وفي صدره، وبعد كده نقلته الحمام وفتحت عليه الدش عشان اغسل الدم. وكمل المتهم وقال بعد كده فكرت ازاي اخلص من الجثه، فقلت ببالي لازم اقطع جثته حتت كبيره عشان اعرف اتخلص منها في اكتر من مكان ومحدش يكتشف اللي عملته، وحاولت اقطع جثته بالسكينه بس ما نفعش، فجت في دماغي فكره اني اجيب صاروخ كهربائي من عند جاري، انا عارف انه عنده واحد في المحل بتاعه، فروحت له الورشه وخدت منه الصاروخ وعلمني ازاي اشغله. كمل المتهم اعترافاته المرعبه وقال رجعت البيت تاني وشغلت الصاروخ وقطعت جثة أشرف، بدأت بالدراع اليمين وبعد كده بالشمال وبعد كده قطعت رجله اليمين 4 حتت والشمال زيها برضه، وفصلت راسه عن جسمه وحطيت أجزاء الرجلين في 7 شنط والجزء اللي فوق لفته في كرتونة وحطيته تحت السرير، وكمان حطيت الراس في شنطة في نفس المكان اللي تحت السرير، وحطيت باقي الشنط في الدولاب ورشيت عليهم ديتول وكلور عشان الريحة ونظفت الشقة. كمل هاني اعترافاته وقال تاني يوم نزلت ب3 شنط فيهم الدراع الشمال وأجزاء الرجل الشمال وطلعت برا البيت، ورميت الشنطة في شارع بورسعيد في السيدة زينة، والشنطة التانية رميتها جنب مدرسة، والشنطة التالتة سبتها في أتوبيس نقل عام، وبعد كده رجعت على البيت وتخلصت من باقي الشنط في نفس الأماكن، وكان في شنطة فيها لبس أشرف رميته في عربية زبالة. الواقعة كانت دموية بمعنى الكلمة، تحس إن أنت قاعد في فيلم رعب ولا قتل وتقطيع، ده حتى المتهم ما رمشلوش جفن وهو بيرتكب الجريمة البشعة دي. تفتكروا احنا وصلنا للمرحلة دي ازاي؟ استنوا رأيكم في التعليقات، استنونا في حلقات جديدة على منصات الحدث.